وانا شايف بوكس كبير داخل ارض الملعب ونازل منه لاعبين دول اثنينات اثنينات كل اثنين في كلامش وكل لعيب شال بطانيه تحت باطه وتقريبا هيلعبوا حافين. حكم بيفتشهم واحد واحد وبياخد بصماتهم مصورين ملمومين حواليهم بياخدوا لهم صور تذكاريه وش وجنب بيدرب فريقه لا الكابتن عبده برشامه ده كان من الهجامين الخطيرين اتحبس في 90 مباراه دوليه ومصدر خاطر وانا شايف الكابتن عبده بيعمل دماغه قبل المباراه واقف وسط لعيبته بيشرح لهم الخطه ايه اللي هيلعبوا بيها. هاكل يومي تعيش حلو حلو